السلام عليكم. قصة جد مؤثرة بعنوان لا يعجبني خطيبك. تقول إحدى الأخوات: قالتها جدتي بعد رؤيتها لخطيبي لأول مرة وسط تتم كبير للعائلة. ضايقني ذلك كثيرا وبدأت أسرد لها مميزاته وكم يحبني ويعدني بكل سعادة معه، إلا أنها لم تقتنع أبدا وأردفت قائلة: لا تتسرعي بخطوة زواجك. أعدت له جدتي بعدها كوب عصير لأنها لا تبرد المياه في الثلاجة بل تفضل شربها من الأواني الفخارية. كان العصير متوسط البرودة، فلما تناول رشفة منه دفعه بيده إلى الطاولة وأظهر الضيق على وجهه وقال لي بصوت مسموع: هل تقدمون العصير دون تبريده إلى الضيوف؟ سمعته جدتي ولم ترد سوى بابتسامة بسيطة كأنها تؤكد ما قالته لي منذ قليل، لكني شعرت أنه مجرد موقف عفوي منه لا يقصد منه شيء. لم أجعل للأمر مساحة كبيرة من تفكيري، فمن المستحيل الحكم على أحدهم بمجرد موقف. قبيل عقد القران أصر على إجراء فحوصات الزواج، رغم أن الجميع في بلدتنا يقوم بالحصول عليها من داخل المشفى كي لا نشقى ونضيع الوقت، لكنه وبكل حزم قال: أخاف أن أتفاجأ بعد الزواج أن هناك أي مشكلة تمنعك من الإنجاب. وقعت جملته على صدري، فشعرت ببرودة تسري بجسدي من الصدمة، وابتلعت ريقي بصعوبة شديدة، ثم قلت: لم أفهم قصدك، هل تعني؟ قاطعني بحدة وقال بصرامة: أعني ما أعنيه، ما قلته للتو لا يشوبه خطأ، فهذا مستقبلنا. تخيل فقط أن نتزوج ونكتشف مشكلة كهذه، هل الطلاق أفضل أم فض الخطبة؟ أعلم أني عهدته صريحا جدا، لكن ليست لهذه الدرجة. بالفعل اقتنعت بكلامه وقررت إجراء الفحوصات والتي أظهرت أن كل أموري بخير ولله الحمد، كذلك كان هو الآخر بخير. خرجنا من المستشفى بعد الحصول على الورقة الموقعة والابتسامة تغشاه، لكن فجأة توقفت. نظر إلي باستغراب وبمنتهى الهدوء، قمت بخلع خاتم الخطبة من يدي وقلت: كنت في البداية أعتقد أن مشكلتي معك بسبب صراحتك الجارحة أحيانا، ولكن اكتشفت أن المشكلة أكبر، وهي أني فقدت الآمان معك بكلامك الصادم. ماذا لو حلت مشكلة بعد زواجنا؟ هل سترمي بي؟ حديثك يوم أخبرتني بإجراء الفحوصات كان جارحا حد الوقاحة. ربما لو قلت لي نريد الإطمئنان فقط على صحتنا لما أشعرتني بما شعرت به، لكنك يومها أرسلت لي شفرة بين كلماتك أني لست سوى آلة للإنجاب، إما أن تصلح فتتزوجها أو تفسد فترمي بها. أفقدتني الآمان، لذا سأبحث عنه بمكان آخر. لم يستطع الرد، فقد كانت المرة الأولى التي أحاوره فيها بنفس طريقته الجارحة. ذهبت مباشرة لبيت جدتي وأنا أخبرها بما حدث. قالت وهي تربت على كتفي: الحمد لله على كل شيء. سألتها: ماذا قصدت يوم همست لي أنه لا يعجبك؟ ابتسمت وقالت: في الوقت الذي دخل بدأ يجول بنظره على الجميع مدققا بعينه في تفاصيلهم، وقد بدا على وجهه الإعجاب حين رأى بنات خالاتك، ثم جلس بدأ يتفحص كل جزء في البيت، وقد بدا على وجهه الضيق حين رأى الحصير مفروشة على الأرض بدل السجادة، وأبدى بعدها ضيقه من العصير.
صراحته الشديدة في إبداء مشاعره غير مكترثة لمشاعر من معه، فهو جارح للغاية. لم يهمه أن تغاري لو رأيت تلك البسمة ونظرة الإعجاب التي علت وجهه تجاههن. لم يهمه أن أحزن من نظراته لبيتي العتيق. لم يهمه كوني أجلس وأسمعه متعمدا إبداء رأيه بإحراجي. قمة الوقاحة هي قصد الكلام الجارح الصادم، وقعه على النفوس بحجة أنها صراحة. بقلم ريم السيد. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. اثنان لا تنساهما، ذكر الله والموت، واثنان لا تذكرهما، إحسانك للناس وإساءتك إليهم. في المدرسة يعلمونك الدرس ثم يختبرونك، أما الحياة فتختبرك ثم تعلمك الدرس. من يجتهد يبلغ، ومن يصبر يصل. في كل إنسان هناك ضعف وقوة، وشجاعة وجبن، وصمود واستسلام، نقاء وقذارة. فالمخلص يقاوم، والغادر يخون، والضعيف يتهاوى تحت اليأس، والبطل يقاتل. من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبدا، وسوف يرى الدنيا أمامه يداولها الله بين الناس. فالأغنياء يصبحون فقراء، والفقراء ينقلبون أغنياء، وضعفاء الأمس أقوياء اليوم، وحكام الأمس مشردون اليوم، والقضاة متهمون، والغالبون مغلوبون، والفلك دوار، والحياة لا تقف، والحوادث لا تكف عن الجريان، والناس يتبادلون الكراسي، لا حزن يستمر ولا فرح يدوم. قد تقصر الحياة وقد تطول، فكل شيء مرهون بالطريقة التي نحياها بها. لو تصفحنا سير الناجحين من حولنا لوجدنا أن كل واحد منهم لديه قصة حبلى بالمعاناة، رافقت بدايته وساهمت بصنع النجاح الذي يعيش فيه. فالإخفاقات وقود ودافع للمثابرة، إن الأجنحة التي لا ترفرف لا تطير. كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا العلم فإنه يتسع. كن جبلا ولا ترهبك قوة الضربات، فقد ثبت في تاريخ الأبطال أن النصر في الحياة يحصل عليه من تحمل الضربات لا من يضربها. ما من عبد يترك ذنبا فرارا من غضب الله إلا وجد ثمرة تركها في حياته، كحلاوة الإيمان أو سعة رزق أو توفيق لطاعة أو صلاح ذرية أو قبول في القلوب. إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، فإذا قلت يا رب إما أن يلبي لك النداء أو يدفع عنك البلاء، إذا ذكرته فهو معك، وإذا استغفرت غفر، وإذا شكرت زاد، وإذا دعوت وطلبت أجابك. ما الذي تريده أكثر؟ الله عند حسن ظنك وأكثر.